عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب، في هذه المناسبة سأناقش أهمية اللغة العربية في قراءة محو الأمية الإسلامية. معرفة القراءة والكتابة هي قدرة الفرد على استخدام كل إمكانته ومهارته في حياته. تمشياً مع هذه القدرة، عندما يمكن للمرء أن يفسر معرفة القراءة والكتابة، يمكن للمرء أن يقرأ العالم. الهزانة الإسلامية مكتوبة باللغة العربية لا يمكن فهمها مباشرة وفقاً للغة العربية. كل ناس اللافزة والكل له هيكل ومعنى معين. معرفة القراءة والكتابة باعتبارها قدرة على فهم النصوص العربية ضرورة. تتميز اللغة العربية بخصائص العرض السردي الوصفي أو النثر والأسلوب والمعاني والبيان والبديع، حتى أضيف في شكل الشعر وتشكيله وهما القافية والعروض. تحليل الناس المطلوب النحو والصرف تتطلب معرفة القراءة والكتابة الإسلامية مهارة اللغة العربية. هذا لأنه أداة عالمية معقدة إلى حد ما، خاصة لدارسة التفسير والفقه والحديث وحتى المعلومة العالمية الأخرى. في هذه الحالة لمحو الأمية الإسلامية جانبا: الأول، معرفة القراءة والكتابة في المصادر المرجعية المقروءة وخاصة المكتوبة باللغة العربية. ترتبط معرفة القراءة والكتابة هذه بالمحتوى الذي يتم قراءته، بحيث يمكن فهمه وتخزينه وإعادة إنتاجه. ثانيا، مهارة محو الأمية في الاتصال الناسي العربي. اللغة العربية هي مقدمة للناس المقروء، والناس المقروء يمكن فهمه إذا كان الفرد ماهرا في هذا الصدد. أصبحت اللغة العربية أداة لتعميق محو الأمية الإسلامية. إذا كان الموضوع هو اللغة العربية ببناتها العالمية، فإن اللغة العربية تصبح أداة لدعم اللغة العربية نفسها. طيب، هذا كل شيء مني. بالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.